بكرة كل سعودي وسعودية راح يعيشوا فرحة كبيرة بهاليوم الوطني الجميل على قلوبنا كسعوديين، والنجوم كمان بيعبروا عن اعتزازهم بهالمناسبة وكل أحد بطريقته. والليلة الأستاذ فايز المالكي حب يطل معانا مباشرة عشان نحتفل معانا ومعاكم لايف بهالمناسبة العزيزة على قلوبنا. مساء الخير أبو ركان، نورت. مساء الخير بوجودكم، الله يديمك ويعزك. حي الله أبو ركان. يعني إحنا اليوم سعادتنا سعادتين، يوم وطني ومعانا أبو ركان. يعني أول حاجة إن شاء الله تكون بخير، وحابين نعرف إيش تحب تقول بهالمناسبة. والله يا أخي، أول شيء نحمد الله على الأمن والأمان، ونحمد الله إنه إحنا في هل الوضع والحروب والاستنزاف والقتل والجوع والفقر إحنا نعيش في نعمة وفي أمن وطن بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الشاب المجدد العظيم. اليوم الرياض محتفلة كلها خضرة، جنة خضرة بصراحة. الشباب والشابات، الكبير والصغير، الأطفال في فرحة عارمة جدا جدا جدا. نسأل الله أن يديم هالأمن والأمان على هالبلد، ونسأل الله أن يسدد خطى أبطال الحد الجنوبي وينصرهم إن شاء الله تعالى. آمين بإذن الله. آمين يا رب. طيب أستاذ فايز، عايز أعرف من حضرتك، يعني أنت النهاردة من أهم النجوم في عالم التمثيل في السعودية، وعصرت طبعا فنانين كتار في مراحل كمان كتيرة من حياتك، فعايز أعرف منك إزاي بتشوف انعكاس رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الحركة الفنية والثقافية في المملكة بشكل عام. والله يا سيدتي الفاضلة، رؤية الأمير محمد بن سلمان مش غيرت الوسط الفني أو الوسط الثقافي، هي رؤية جديدة. احنا ما كان عندنا هيئات للتلفزيون، للسينما، للمسرح، للمثقفين، للمبدعين، للكتاب، للأدباء. الآن عندنا هيئات، عارفة، هيئات تضمنا وتحتوينا. أول ما كان عندنا أي شيء، كان عندنا جمعية واحدة ونجي نشرب فيها شاهي ونمشي. اليوم فضل الله ثم فضل سمو ولي العهد الله يديمه ويعزه، أمين يا رب. اليوم عندنا هيئة المسرح، هيئة السينما، وهيئة الثقافة، وهيئة الفنون، هيئة الفن التشكيلي، رؤية كاملة متكاملة. يعني أنا قاعد أندم على عمري اللي راح، يا ليت وجاء قبل. لا لساعك شباب أبو ركان، لساعك شباب أبو ركان وقدامك كثير. وهذا مو تقليد الحكام اللي راحوا، لا الله يرحمهم ويغفر لهم، ولكن هو ابتدى من حيث من ترى آخرين، برؤية جديدة، بتقنية جديدة، بدماء شابة جديدة، مرة جميل. يعني أنا قاعد أتفاجأ أن عندنا ناس يعني ما كنا نعرفهم، مثقفين، أدباء، كتاب، علماء، فنان. طلع جيل جديد من الشباب، طلع جيل جديد من الشابات المبدعات. يعني أنا صراحة ما يوصف الكلام اللي أقوله، ما يجي في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة. إحنا في تطور ونسابق الزمن. صحيح. يعني إحنا تعدينا ناس قبلنا بخمسين وستين سنة في المملكة العربية السعودية. صحيح. وهذا بفضل الله ثم بفضل حكومة الرشيدة إن شاء الله لقدام أكتر وأكتر. بس فايز، أنت بتتميز كفنان سعودي بحسك الإنساني الوطني، ومن خلال قيادتك للعديد من الحملات الخيرية لجمع التبرعات، يعني أنت رافع شعار إنسان في خدمة إنسان. أول شيء، شو بيعني لك هذا الموضوع؟ وهل عن جد أنت قادر تلبي حاجة كل من يطرق بابك؟ أولا يا سيدي، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. شوف يا سيدي، العمر ينتهي والصحة تنتهي والمال ينتهي وكل شيء ينتهي، ولكن يبقى الأثر. مهما سوينا من مسلسلات، مهما سوينا من أعمال، مهما سافرنا وركبنا سيارات وطارات، كل هذا ينتهي ولكن يبقى يوم الأيام الأثر. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل دعم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أنا قاعد أعمل في هالمجال الخيري وبسعادة جدا، بدعم قوي جدا. الحمد لله إحنا عندنا الآن منصات حكومية كبيرة جدا مش موجودة في العالم كله. يعني إحنا عندنا منصة إحسان، وهذه جمالها فيها خلال شهر مليار. منصة جود الإسكان وجمالها فيها حوالي 560 مليون، ووفرنا 560 بيت للأسر المحتاجة. منصة شفاء اللي ما حصلت ولا في أمريكا في الدول المتقدمة، إحنا عندنا منصة الشفاء. هذه المنصة تختص بالإخوان المغتربين في المملكة العربية السعودية، تأمن لهم العلاج اللي راتبه ما يكفي يعالج عياله ويعالج نفسه. احنا عالجنا بس في شهر واحد 2000 شخص وجمعنا 62 مليون. هذه المنصة تهتم فقط بالأجانب، وأنا ما أقول أجانب، هذا الإخوان المقيمين معنا في المملكة السعودية. هو خادم حرمين الشريفين الله يطول عمره قال
المواطن والمقيم كلهم سواسية عندنا، فبالتالي هذه المنصة أنا أتشرف فيها لأنها تخدم ناس محتاجين وفي غربة وفي كربة في هالبلد. فوقتنا محمد جيمني جدا، عندنا منصة تراحم لإطلاق السجناء، عندنا منصة فرجة لإطلاق السجناء، يعني عندنا منصات حكومية ما ترف فيها وما فيها تلاعب، والمبلغ اللي بيدخل بيخرج بوجه الله تعالى وتفريج كربة. احنا في إحسان فرجنا خلال 29 يوم 2 مليون كربة، فبالتالي أنا يسعدني أن يكون في العمل الإنساني الخيري اللي نعمل فيه لوجه الله تعالى. أعرف أنه الحمل كبير، وأعرف أن المعاناة كبيرة جدا، وأعرف أنه صاحب الحاجة يتعلق في قشة عشان تفرج همه، ولكن نسأل الله التوفيق والحمد لله الذي جعلنا من القاصدين للمقصودين. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم طبعا. وعايز انتقل مع حضرتك يا أستاذ فايز لسؤال تاني، وهو موسم الرياض طبعا اللي احنا كلنا عارفين هو على الأبواب، فهل هنشوفك في عمل مسرحي في الموسم إن شاء الله؟ والله يا سيدتي أنا سبحان الله العظيم دام أنت اتصلت، الحقيقة أنا كان عندي مسرحية وقدمنا على موسم الرياض، وهذه رسالة شكر وتقدير واحترام وإجلال لمعالي الوزير المستشار تركي للشيخ اللي الحقيقة أبدع واللي سواه في سنة سوتها الدول الباقية في 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 20 سنة في 30 سنة. اليوم أنا كان عندي مسرحية كنت بقدمها، يعني قدمناها الحقيقة أنا والأستاذ عبد الناصر الدرويش ممثل معروف، ولكن للأسف تفاجأت قبل شوي مكلمني قال أنا والله ارتبطت بمسرحية في الكويت وعندي عمل، فبالتالي إلى حد الآن إحنا لأنه إحنا قدمنا على هيئة الترفيه إنه الاسم هذا موجود معنا، هم يطلبون الأسماء قبل كل شيء، فما أدري عاد إنه يوافقون إنه نسوي المسرحية بنجم ثاني أو يقول لك لا خلاص مدام أنتوا خلفتوا إنه في فنان غيرت خطة يعني معناته تكنسل المسرحية. لكن إن شاء الله نكون متواجدين إن شاء الله، وإحنا في الانتظار يا بركان يعني، ومتأملين إنه طبعا تكون مسرحية رائعة كما عودتنا. طبعا في الختام حابين نشكرك بركان، نورتنا، وكل عام ومملكتنا الغالية بألف خير، وكل يوم ويوم وطني وانت بخير.